أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم، وعنوانها والتساؤل والرئيس السياسة والأحزاب في الجزائر الجديدة، من يحاور من؟ إذن أي سياسة وأي موقع للأحزاب فيما تسمى بالجزائر الجديدة بين السجن والمنع والتضييق على الأحزاب المعارضة الفعلية وبين البلع والتصفيق لأحزاب المعارضة الإسمية وأحزاب السلطة الرسمية؟ لا يطرح أو لا يطرح السؤال نفسه، بل لا حاجة للواقع أن يجيب. يتم الحديث عن طبقة سياسية وعن الحوار السياسي في الجزائر الجديدة، لكن هل يختلف في مضمونه وأهدافه عن حوار جزائر العزة والكرامة، عفوا جزائر العصابة كما أصبحت تسمى، ممن كانوا للمفارقة وزراء ومسؤولين فيها؟ أم أن هناك فرق قد يحاجج أنصار الجزائر الجديدة بأن الرئيس شخصيا يستجيب لطلب رؤساء الأحزاب لاستقبالهم في الرئاسة كما تقول دائما بياناتها، فيما ينظر لها على أنها في الحقيقة ليست إلا فولكلور وديكور، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وما بدا تسويقا للعهدة الثانية لتبون، والتي استنتج أنها صارت محسومة مع ما بدا تزكية لها من مجلة الجيش ورئيس أركانه. الحوار السياسي في الجزائر الجديدة من جلسات التسجيل إلى استقبل بطلب منه منذ تعيينه رئيسا للجمهورية مفدي عبد المجيد تبون، يؤدد انفتاحه على الحوار مع الجميع. لا يخلو خطابا من خطاباته من الحديث عن مزايا الحوار والالتزام به نهجا في حكم البلاد، لكن مراقبون يقولون إن الرئيس لم يحاور أحدا في كل القرارات الحاسمة التي اتخذتها السلطة ولم يشاور أحدا. ناهيك عن واقع سياسي وإعلامي جد خانق وجو من الخوف واعتقالات عدة لكل رأي مخالف للسلطة. اقتصرت لقاءات الرئيس مع بعض الوجوه السياسية على مجرد استقبال بمقر الرئاسة. من ذلك استنتج محللون أن الحوار في الجزائر الجديدة استقبال الرئيس لمن يطلب ذلك. حوار الجزائر الجديدة لا يختلف في مضمونه وأهدافه عن حوار جزائر العزة والكرامة بالنظر إلى صورته. انتقل من جلسة سماع وتسجيل للقاءات التشريف مجرد شكليات لا تمثل فلسفة الحوار الحقيقي كما يدعو لها السياسيون والحراك في السابق. مؤدى الحوار بصورته الحالية يراه متابعون للشأن السياسي في الزمنين تزكية سياسية للسلطة ومساندة سعيها في استمرار الحكم. فمعنى الحوار الجاد بدا غائبا، خصوصا بعد افتتاحية مجلة الجيش لجونفي التي أوصت بالحاجة لاستمرارية برنامج تبون، ثم تصريحات شنقريحة للالتفاف حول الجزائر الجديدة. معنا في النقاش من الجزائر عبر الهاتف محمد قندوز المكلف بالإعلام في حزب الكرامة، ومن موريال من كندا جهاد حليمي الناشط من هناك. نبدأ من الجزائر. محمد قندوز، هل يمكن الحديث عن طبقة سياسية موقع أحزاب موجود فيها مع يعني ديكور وربما فولكلور يرى البعض أحزاب فعل المعارضة ممنوعة يتم التضييق عليها، بين المعارضة الإسمية كما توصف هي لا تختلف في هذا الديكور عن أحزاب السلطة الرسمية، ما رأيك في هذا الكلام؟ السلام عليكم أستاذ جمال، تحية ليك ولضيفك الكريم. فعلا تبعنا التقرير ويعني احنا عندنا سؤال جوهري يعني الدرجة الأولى انطلاقا يعني قبل ما ننطلق الجواب على هذا السؤال. يبدو أن السؤال في حد ذاته يعني إذا كان طبقة سياسية أو إنسان يبدي برأيه
يتهم بشيء معين، فلا أعتقد أننا نمارس حرية التعبير ولا نمارس نقاش ديمقراطية حقيقية. الجزائر فعلا فيها تعددية سياسية، فيها تعددية حزبية. الجزائر الجديدة فتحت الأبواب والرئاسة مفتوحة لكل حزب يريد لقاء الرئيس. شفنا يعني هذا التقليد منذ تولي رئاسة الحكم. وهناك قانون يضبط الأحزاب الجزائرية وتشريعات يعني واضحة، ولهذا فمن أراد ممارسة سياسة يعني له الحق في هذا. من أراد إنشاء حزب كذلك هناك يعني تشريعات موضوعة في هذا المجال. والأحزاب في الجزائر تمارس العمل تاعها بكل حرية وبكل احترافية وبكل يعني أريحية. في كل حزب يعني له طموح، كل حزب له برنامج معين، كل حزب له الحق في أن ينتقد هذا الشيء أو أن يبارك هذا الشيء. وكل هذه الحركية السياسية الموجودة في الجزائر إنما تعبر على الحقل السياسي المفتوح. إذا تكلمنا عن الرأي في الحصة، وإذا تكلمنا عن الرأي المغاير، فأعتقد أن السؤال يجب أن يطرح بشكل آخر، ولا يكون فيه اتهام مبطن بقناعات التي تمارس العمل السياسي أو تمارس حرية الفكر تاعها أو تمارس حرية العمل السياسي على أنه ينعت بمطبل أو ينعت بمباركة سلطة أو ينعت بشيء آخر. ولهذا فأرجو من الذي له رأي مخالف أن يحترم عقول الجزائريين ويحترم كل التشكيلات السياسية الموجودة في الجزائر. ونحن نعلم أن المستوى السياسي في الجزائر هو مستوى رفيع في الأداء، مستوى رفيع في الطرح، مستوى رفيع حتى في التشكيلة تاع الأحزاب الجزائرية، مستويات رفيعة، والكل يمارس بقناعته. ولا أعتقد أن من يمارس قناعته ويختلف مع إنسان آخر ينعته بنعوت يعني غير ديمقراطية وغير لائقة. هذا كل ما في الأمر. ماذا عن الذي يعبر عن رأيه؟ أنت ترحب هناك، ترى بأنه تعدد في الآراء، وهناك أحزاب بنيت سجن رؤساؤها. فتحي غراس مثلا سجن، وتم حل حزبه هو أيضا. هناك من سعى لتأسيس أحزاب ومن أصوات محسوبة حتى على السلطة، ولكن رغم الكلام عن سهولة إنشاء هذه الأحزاب لم تعطى الترخيص مثلا. محمد قندوز أخ جمال، في هذه الأسئلة هي أسئلة يعني عندما أنا نسمع فيك الأخ جمال، أنا نسمع فيك هذا الأمثلة عندما تتناول بالشكل السياسي ففيها من التأويلات ما فيها. ولكن نحن متأكدون أن قانون الأحزاب يعني من يلتزم ببنوده فلا نعتقد أنه سيتلقى مشاكل أو أنه سيتلقى رفض أو أنه سيتلقى تضييق كما يعني يطرح في الحصة. يعني قانون الأحزاب واضح، التقييد به كذلك واضح، وهناك يعني لجان في وزارة الداخلية تدرس هذا التشكيل وتدرس هذه الإجراءات اللي يقوم بها يعني من أرادوا إنشاء أحزاب. ولا نعتقد أن من يلتزم ببنود قانون الأحزاب أنه سيتعرض للرفض أو للمنع أو لشيء آخر. يعني هذه قناعتنا كجزائريين كأحزاب كممارسين للسياسة، ولم نمارسها حديثا وإنما من عقود من الزمن. ولهذا التفسير يعني بين قوسين أعتبر على هذا اللفظ، التفسير السياسوي هو الذي يعطي تأويلات غير الواقع الحال وغير ما هو موجود كحيثيات في أوراق الملفات لكل أشخاص. يعني هذا الذي نشير إليه. لماذا؟ لأنه من خلال يعني التقائنا في هذه الحصة هنا وتكلمنا على حقوق على حرية التعبير، تكلمنا على السجناء السياسيين، تكلمنا على عدة نقاط تخص هذا الشأن هذا. ومن بعد اتضح أن هؤلاء الأشخاص يعني عندهم قضايا أخرى، عندهم حيثيات أخرى يعني موجودة في العدالة الجزائرية غير التي تسوق هنا وهنا. طيب يعني لم يحدث منع الأحزاب وحل الأحزاب مثلا. على كل جهاد حليمي، ما رأيك؟ استمعت لما يقوله
سيد محمد قندوز ويتحدث عن واقع، يقول هو يعيش في الجزائر يعرف هذا الواقع، هو قيادي في حزب، وفي المقابل هناك من يرون واقعا آخر، يعني أنه الواقع أن هناك تضييق، ومن يريد أن يلعب اللعبة عليه أن يخالط في هذه اللعبة، إذا خرجت عن الصف تعاقب، يضيق عليك وتسجن. أولا نوافق الأخ محمد لما قال باللي واش نقوله سواء معارضين أو موالين للسلطة ما يجعلش منا على سبيل المثال أنا مغرر به خاين، وإلا هو مطبل، يعني كل واحد يخدم الجزائر بطريقته. الشيء اللي يفصل ما بيناتنا هو المواقف، المواقف هي اللي تفصل. إذا كان بار اكزومبل الإنسان راهو في المعارضة في الجزائر وما يهدرش على الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات، على سبيل المثال فئة من خاوتنا راهم في الحبس بسبب الآراء نتاعهم، نورمالمون ما يكونوش في الحبس، هذوما الناس راهم عندهم الشجاعة وعندهم الجرأة باش يكونوا سياسيين كما الأخ محمد، ما بلاصتهم ما هيش في الحبس. المواقف الثاني هي لما ما نحاولوش نغيروا الواقع واش صار في الواقع. على سبيل المثال الأخ رشيد مكاز طلب أنه يدير حزب، خلوه يترنخ، اسمحوا لي على عبارة يترنخ برسك هذاك واش نستعملوا نحن في الشرق الجزائري كعبارة. بعض الإخوان منهم سيف الإسلام بن عطية داروا طلب هما ثاني الحزب، حتى هما قالوا لهم ايه بربي ان شاء الله. القانون في الجزائر، يعني القوانين في الجزائر ما شاء الله لو يطبق الرباع نتاعها راح نخرجوا من المأساة اللي رانا فيها. القانون في الجزائر يقول لك باللي لو ما يعطوكش لاغريمون في وقت محدد تسمى راه عندك دي فاكتو، بصح لما تروح باش تحجز قاعة ودير تجمع سياسي يقول لك اوه لازم الترخيص نتاعك وبالتالي ما نجمش نعطيك. نظن باللي الواقع يهضر في الجزائر، نجم نقول واش نحبوا بصح الواقع راهو يهضر. الواقع انه الحالة نتاع بلادنا راهي نفس الحالة اللي تم تشخيصها في عديد من السنوات واللي للأسف قامت بسببها العديد من الثورات في الجزائر. الواقع راهو يهضر، والشي اللي نقولوه ما نجمش يغير هذا الواقع. معنا جهاد حليم انضم إلينا في النقاش، دكتور محمد لمين شيبان الطبيب والناشط السياسي القيادي في حركة الوفاء الوطني. سابقا قبل أن نسمع من الدكتور محمد لمين شيبان نتابع استقبال تبون في إطار استقبالات الرئاسة لرئيس حزب صوت الشعب عثماني. عودتنا رئاسة الجمهورية بطلب منا على أساس يكون احتكاك وتبادل وحوار بكل مسؤولية، كنا أذن ساغية ونقلنا هموم المواطن الجزائري وشفنا الإرادة ثابتة من أجل تعزيز قدرة الشرائية، وهذه الإجراءات الأخيرة اللي قام بها رئيس الجمهورية إلى دليل على الإسقاطات ما بين الإرادة والإدارة. تعرجنا على انخراط الشباب والمجتمع في العملية السياسية من أجل حماية وصيانة الوطن بانخراط المجتمع الجزائري بكل أطيافه، ونحن كطبقة سياسية يجب أن ننخرط لأن ولاؤنا الجزائر ثم الجزائر. الجزائر الآن بحاجة إلى لحمة وطنية في الدفاع على صيانة هذا الأرض، لأنه نحن كجزائريين أننا نحافظ ونصون هذه الأرض بالدم بالعرض ولكن بالعلم وبالكفاء. كان هذا المشهد في الرئاسة، طبعا ما الذي تغير بين الحوار السياسي بين الجزائر الجديدة كما توصف وما كانت توصف بجزائر العزة والكرامة، والتي أصبحت الآن من نفس الذين كانوا مسؤولين فيها أصبحت تسمى بجزائر العصابة؟ نتابع الفيديو ثم نسمع من الدكتور محمد لمين شيبان. استضاف قصر المرادية خلال الأسبوع الأول من انطلاق المشاورات حول تعديل الدستور 22 شريكا لمناقشة الوثيقة الأولى في البلاد، يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات وممثلين عن مختلف الهيئات، إلى جانب شخصيات وطنية استمع إلى اقتراحاتهم وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. وقد تبلورت ذل المقترحات المقدمة حول التداول الديمقراطي على الحكم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية الممتد إلى سنة 2030. المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية
عن قرار مساندة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. اليوم خرجوا بلائحة سياسية، لا طالبنا وكل المعتمرين هم اللي طلبوا من سيد فخامة رئيس الجمهورية يتقدم إلى العهدة الخامسة، وهذا الشيء من أبناء الشهداء. وحنا اليوم كان مؤتمر الشمل كان تكلم وقال بأني مازال ما فكرتش في هذا الأمر، وإذا كان ما نقدرش مادام السيد رئيس الجمهورية ما تكلمش على الموضوع نتكلم عليه أدبيا وأخلاقيا. لكن فيما يخص دعم رئيس الجمهورية دعمناه البارح واليوم وغدوة، هذه واضحة ما فيهاش أي نقاش ولا لبس. سيكون سندا إلى ترشيح طبعا فخامة. دكتور محمد لامين شيبان، ما رأيك؟ يعني أي حوار سياسي من يحاور من في الحقيقة؟ يعني كنا نشاهد أو نعطي نموذج الماضي والحاضر، الآن يتم الحديث عن حوار سياسي. تبون طبعا لا يتوقف عن تكرار أنه هناك حوار، وفي المقابل نسمع هذا الخطاب من الذين يستقبلهم. هل اختلف الأمر أم أننا في نفس القصة؟ وربما الآن مع الاقتراب انتخابات الرئاسية يبدو أنه محاولة إعطاء صورة حركة ديكور، أم ماذا في رأيك؟ والله نفس الممارسات. السلام عليكم أخي جمال الدين. السلام عليكم على ضيوفك الكرام وعلى كل الشرفاء والأحرار الذين يتابعون القناة الحرة المغاربية، وتحية للمقاومة حماس من غزة. اللهم سدد رمية المقاومة حماس، واللهم كن مع الحوثيين في اليمن، وتحية تقدير أيضا للدولة جنوب إفريقيا. أخي جمال الدين، والله نفس الممارسات ولا حاجة تغيرت. أنا أتكلم بصفتك كنت عضو سابق لعضو مؤسس لحركة الوفاء والعدل اللي كان يترأسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، ونعطيك للتاريخ، يعني كان الناطق الرسمي لحركة الوفاء والعدل المرحوم السيد محمد سعيد. لما كنت على رأس الحزب على مستوى ولاية أم البواقي اتصل بي مرارا يقول لي يا دكتور حاول تشوف لي أعضاء للحركة الوفاء يكونوا ما يكونش عندهم ارتباط مع حركة الجبهة الإسلامية والإنقاذ، يعني خشيا كان هذا ذاك كان جنرال زرهوني هو اللي كان وزير الداخلية، خشيا أن يرفض يعني هذا الاعتماد. والله جبت لهم أغلبيتهم من جبهة التحرير الوطني اللي عندهم انتماء إسلامي. على كل حال كما كانوا يقولوا هما في ذاك الوقت لي باغ بفلان، هما ما كانوش باغ بفلان، ولكن هذا كان الكلام تاع العلمانيين والاستئصاليين، يعني استهزاوا بالبارب، هما كانوا يقصدوا عبد العزيز بالخادم. ولكن للتاريخ من ليزيكس برمي مينيستر الوحيد اللي نجا وهو عبد العزيز بالخادم اللي كانوا يتهموه بالخيانة. يعني ماذا أقول؟ احنا أخي يقول ابن خلدون نافق أو وافق أو غادر البلاد. احنا ما نافقوش أخي جمال الدين، احنا ما راناش موافقين، وفي نفس الوقت ما نغادروش البلاد ونبقاو في البلاد لأننا نحبوا البلاد. الحر هو الذي لا يبيع عقله ولا فكره ولا موقفه، إن الله خلقك حرا فكن حر. نتكلموا على لم الشمل، ولكن عندنا نفس إحادة، يعني نفس الممارسات، يعني نفس الأحزاب اللي كانوا يطبلوا البوتفليقة هما الآن هما اللي يتكلموا هما اللي يستقبلوهم. يعني تمنينا مع الجزائر الجديدة نشوفوا الشخصيات على الحراك اللي معروفين اللي عندهم مصداقية، على موش هذا الأحزاب اللي كانوا مطبلين ومتعطى الرأس.
يعني أهل الولاء والانبطاح ما تبدلوش وما يتبدلوش إلى يوم الدين، الذين ليس لهم طموح للوصول إلى السلطة، ما عندهمش نية للوصول إلى السلطة. هذا الأحزاب يعني دائما مسايساندوا السلطة، ما عندهم ولا لغواي مور فيف لغواي، مات بوتفليقة يحيا تبون، هذه هي البوليتيك تحهم. يعني الأحزاب هذو احنا نقولوا الموالات، يعني دائما هما مطبلين، يعني يسعون الواه، يسعون الاستفادة من قليل، يعني من الفتات، هدفهم تأييد السلطة، يعني مساندة السلطة لكي يصبحون بوق للنظام. هذو هم مساكين الأحزاب، مساكين هذو. طيب لكن هناك من هو كنا نسمع دكتور شيبة، كنا نسمع محمد قندوز من حزب الكرامة يقول هناك من لهم رأي آخر، ولا هناك من ربما مقتنعين بما يقومون يتحدثون أن هناك تحديات. كنا نسمع مثلا رئيس حزب صوت الشعب أن هناك تحديات خارجية ويجب تعزيز اللحمة الوطنية، يعني نفس الخطاب الذي يقوله تبون يقوله شنقريحة، لما لهم مقتنعون بهذا؟ هو حر أخويا، هو حر، حبي إذا حبي يطبل وحبي يصفق وحنا ما نجضده يسيلي أنا أدفيرسير بوليتيك سي با أن إنمي، هو جزائري وأنا جزائري، هو يتكلم من الجزائر وأنا أتكلم من الجزائر العميقة، أنا الآن نتكلم من الشرطة من بويرة، يعني هذا حقه هو باش يقول واش يحب هو، ولكن أنا ما عنديش نفس الفكر كما هو. يعني لما نشوف تفكر تذكر في عقد سانت إيجيديو، يعني النظام يرفض المعارضة، ما توقش روحك في جمال الدين في 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 95 عقد روما، يعني اللي كانوا فيه شخصيات تاريخية، حسين أي تحمد والرئيس السابق أحمد بن بلة رحمة الله عليه، وعبد الحميد مهري اللي كان وزير في الحكومة المؤقتة نتاع فرحات عباس ونتاع بن خدة، تلاقاو في 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 سانت إيجيديو في عقد روما مع ممثلين تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحركة حماة مع الشيخ محفوظ نحناح ربي يرحمه إلى آخره، خرجوا لهم مسيرات مزيفة في عهد الأروال يعني، واتهموهم وقالوا أنتم خوانا، نفس الشيء في 76، يعني لما لو مانيفيست اللي كتبوا فرحات عباس اول رئيس الحكومه المؤقته اول رئيس المجلس التاسيسي رفقه بن يوسف بن خده رحمه الله عليه والشيخ محمد خير الدين تاع جمعيه العلماء وحسين الاحول، كتبوا مانيفيست يعني اللي ينتقدوا سياسه بومدين، سياسه اللي كانت مدينه الاشتراكيه وقريب للحرب مع المغرب. لا واش قالت لا بي اس لاجونس بريس سيرفيس ايليمون رياكسيونير، سمعني مليح سي جمال، ايليمون رياكسيونير اجيسون بور لو كونت دو ليكرونجي، لا حول ولا قوه، هذو دي ايليمون رياكسيونير، يعني هذه هي السياسه ترفض، ولكن اللي راهو يطبل راهو مكرم وراهو معزز، ولكن الشعب هو اللي الحمد لله الشعب راهو خرج في الحراك وبين وطلق الطلاق الثلاث يعني النظام السائد هذاك الوقت. كنا نريد أن نسمع من محمد قندوز، يبدو أن فقدنا الاتصال به. جهاد حليمي، سلطة ربما في منطقها، ولكن ماذا عن الأحزاب التي بعضها يقدم نفسه على أنه مثلا معارض؟ يعني هناك من يعلنها بشكل صريح يعني أنهم مع السلطة، يعني الأمين العام للأفلال الجديد، حتى كنا نسمع سابقه الأمين العام للجديد خلاص دعم لتبون، من خلف وزير التجارة في الأرندي دعم لتبون، حتى من خلف بالعيد الذي يبدو في إطار إخراج مرتبط بالانتخابات الرئاسية أزيح دفع إلى الاستقالة وجاء خلفا له مباشرة أعلن دعمه لتبون، هؤلاء يعني موقفهم واضح. ماذا عن من يسمون أنفسهم أحزاب معارضة مثلا؟ أولا نظن بلي نفس المنظومة راح تمد نفس النتائج، كل عبارة بلي بعد الحراك الشعبي المنظومة ما تغيرتش، تبدل جزء الواجهة نتاعها، وبالتالي نفس الممارسات راح تتواصل على هذيك. الناس بزاف يقول لك باش يحصل تغيير في الجزائر لازم حقيقة ثورة سلمية، الثورة هي حركة اللي تضم كل أطياف الشعب، هذه هي الديفينيسيون تاع ثورة في القاموس، لازم يعني
ثورة باش يحدث تغير في الجزائر. أما بما أنه يعني الناس بزاف قال لك بلي الجزائر وضع الحقوق والحريات في الجزائر راهو بمثابة السرطان، الناس اقترحوا العلاج الكيميائي، الناس بزاف خافوا قال لك العلاج الكيميائي راح يضرنا وراح يضر البلاد وممكن يدي البلاد للتهلكة. نظام جاء اقترح عليهم مشروع الجزائر الجديدة اللي هو بمثابة باراسيتامول، رانا نشربوا في باراسيتامول نحت سخانة شوية بصح السرطان راهو مازال يمشي. بالنسبة للأحزاب المعارضة في الجزائر نظن باللي الوضع تاع الحقوق والحريات ما يخليهمش باش يكونوا معارضين بشراسة، كل واحد عنده خبزته يخاف عليها، عنده عيلته يخاف عليها، عنده الخدمة نتاعو يخاف عليها. على سبيل المثال لما تشوف حمص يهضروا على الحقوق والحريات، يهضروا على السجناء السياسيين بصح يهضروا عليهم في وثائق مكتوبة اللي ما تركيليش بزاف وما عندهمش أكسيل الإعلام باش يعبروا على هذا الشيء. بصح في نفس الوقت تاع شغل ما راك تمشي على عظام على حبات البيض باش ما تكسرهمش. دونك هو المناخ هذا هو اللي ما يمكنش الناس من انهم يوقفوا بشراسة على الحقوق والحريات. اما بالنسبه لاحزاب واحده اخرى لكن هل هذا هذا مبرر؟ يعني طبعا مقابل الحمص لم تبدي موقفا مما حدث للامين العام السابق للحركه مقري الذي منع من مغادره التراب الوطني. صح نقول لك خويا انا يعني راني في الخارج واحد ما راح يطبطب على بابي باش يقول لي وعلاش قلت لي الحاجه الفلانيه ولا وعلاش. نظن باللي نخلي الاخوان في الجزائر عندهم لي كونترنت نتاعهم، واش راح نقول لك انا ماذا بيا يكون الناس كلها معارضين بصح ما نجمش نحكم عليهم كوني انا في الخارج وهم في الداخل. كون جيت في الداخل ممكن نقول لك حاجه واحده اخرى، ممكن التصرفات نتاعي تكون مختلفه. بصح واش هو الانسان مهما تدير ممكن ما تنددش بالقمع تاع الحريات بصح ما توقفش مع الواقف مجرد انه قوي ومجرد انه لما يحكر الناس يتوسع ما توقفش مع الواقف. على قليله اذا كان ما قدرتيش تهضر يعني توقف مع الحق ما توقفش مع الباطل اسكت وخلاص والله اعلم. طيب اشرت الى حمص، الامين العام الجديد لحمص كان استقبله تبهون طبعا، وكان بيان الرئاسه طبعا دائما لازمه بطلب من الذي استقبله تبهون. نتابع ما قاله حساني الذي استقبله تبهون مؤخرا. السيد رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبهون، وهذا بطلب مني نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتمر به الأمة الإسلامية قاطبة. قد كان اللقاء فرصة للنقاش والتشاور حول مختلف القضايا التي ينبغي علينا من واجب المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية إبداء الرأي وإبداء الملاحظة وإبداء التساؤل حولها. القضايا التي تعني وطننا بالدرجة الأولى والقضية الفلسطينية التي الآن أصبحت القضية الأولى ومحل تشاور على رأسها الجبهة الاجتماعية وعلى رأسها الوضع الاقتصادي في البلاد وعلى رأسها الاهتمامات التي ينبغي على الجزائريين التوجه نحوها من أجل صناعة توافق وطني يجمع الجزائريين حول رؤية تطور من هذا البلد. إذن كان هذا الأمين العام لحمص تبون. كذلك استقبل لويزا حنون، لويزا حنون طبعا التي كانت توصف في المقابل بأنها متآمرة في عهد القايد صالح الذي دافع في الانتخابات الرئاسية والتي يتردد أنه هو الذي عين تبون أصلا برغم مؤامرات من أجهزة السلطة حينها من وسيم بوعزة لفرض عز الدين ميهوب. ينتهي التقيت بالسيد رئيس الجمهورية فتطرقنا لقضايا جوهرية، أولا الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتعقيدات انتحى على المستوى الإقليمي والجهوي ويعني الإسقاطات على المستوى الدولي ومسؤوليتنا كبلد وكدولة كشعب باتجاه الشعب الفلسطيني كيف نجدد الالتزامات نتاعنا واللي هي عمرها ما انقطعت. ثم تطرقنا للوضع الداخلي، الوضع الداخلي من كل الجوانب، من كل الجوانب، الجانب السياسي ديمقراطي، المسائل إذن السياسية، ثم الوضع الاجتماعي. محمد قندوز عود إليك، يعني كنت تسمع ربما في النقاش
يعني سلطة تريد يعني طبقة سياسية وأحزاب كديكور فقط، لا تترحب، لا تسمع حتى بأصوات معارضة. هو نفس المشهد، نفس قصة الجزائر، العصابة كما توصف، الجزائر العزة والكرامة كما كانت توصف، مشاورات في إطار نفس القصة، سلطة ترتب ما تريده، فرض انتخابات، فرض استمرار رئيس، والآن انتخابات رئاسية مقبلة، والحديث عن العهدة الثانية يعني تسويقه يبدو واضحا ومحسوما حتى مع افتتاحية مجلة الجيش مؤخرا، ثم دعم شنقريح رئيس أركان الجيش لاستمرار تبو. شوف الأستاذ جمال، نحن نأسف فقط لخطاب يعني بين قوسين بالأثر الرجعي. وكي تكلمنا على الجزائر الجديدة، نتكلموا واش راه صاري في الجزائر الجديدة. إذا يعني امتد النقاش إلى وقت العصابة وإلى الممارسات القادمة، أنا أظن أن الشعب انتفض والكل يدرك يعني هذا الحراك الشعبي المبارك، وتغيرت الأمور وجينا في الجزائر الجديدة ورانا نشوفه في النتائج تاع كل الإصلاحات اللي قام بها الرئيس تبون. إذا تكلمنا على الطبقة السياسية وتكلمنا على حرية التعبير، من غير المعقول أنه كل واحد عنده بارومتر تاع معارضة في راسه يبغي يجي ينتقد كاع بلاد كاملة. لا ديفينيسيون تاع المعارضة احنا مازال ما عرفناهاش، اسكو المعارضة أنك تعارض أشخاص أم أنك تعارض هيئات تاع الدولة الجزائرية، أم أنك تعارض ثوابت الأمة، أم أنك تعارض يعني النظام برمته يجب أن يرحل، أم يعني ما فهمناش احنا هاد الناس اللي بمجرد أنه يزعت من واحد يقبض البوطة يروح للخارج ويبدأ ينتقد في البلاد يعني بنظارات سوداء. احنا قلنا أن الجزائر فيها ممارسة حزبية سياسية والكل يعلم. إذا نتكلموا على واش مر في الحصة من الروبورتاج، أنا نظن باللي كاين تناقضات. إذا تكلمتوا على لويزا حنون أنها كانت معارضة فقد استقبلها الرئيس واستمع لها بصد مرحب لمدة 3 ساعات. أنا لويزا حنون لم تكن لويزا حنون، اسمح لي الأخ، اسمح لي فقط نوضح لك، لويزا حنون كانت توصف بأنها متآمرة مع المخابرات الفرنسية على الجزائر في عهد كيد صالح، ليس كذلك؟ معليش الأخ جمال، خليني نكمل الفكرة تاعي فقط باش ما تروح ليش الفكرة. تفضل. إذا تكلمنا على لويزا حنون قلت لك أن الرئيس استقبلها لمدة 3 ساعات، ونحن نعلم أنها أوصلت له انشغالات الشعب الجزائري والشارع الجزائري. نشوف ونعطيكم مثال على مثلا الصحفيات تاع الجزيرة خديجة بن قنا، وما حدث لها، ومع ذلك استقبلها الرئيس بصد رحب وقام معها بحوار بكل حرية، وطرحت عليه أسئلة كان يعتقد البعض أنها أسئلة جريئة، ولكن جاوبها الرئيس بكل يعني حرية، وجاوبها يعني بكل شفافية وبكل وضوح. إذا تكلمنا دروك الناس هذو اللي راهم يهضروا على المعارضة ويهضروا على حرية التعبير، نحن نعلم أن الهيئات الانتخابية الموجودة في الجزائر كلها تطرح أفكارها وبرامجها بكل حرية. شفنا مثلا نواب البرلمان، شفنا المجالس البلدية، المجالس المحلية، المجالس الولائية، كلها تطرح في انشغالات المواطنين، وكلها تطرح في أفكار ناقدة للمسؤولين المحليين، ونشوفوا حتى البرلمانيين ينقدوا المسؤولين المركزيين ويبلغوا في انشغالات المواطنين ويبلغوا في برامجهم بطريقة نظامية سياسية حزبية يعني أتيحت لهم من طرف الدولة الجزائرية. نحن في الطبقة السياسية ندرك هذا الأمر حتى في قانون الأحزاب. الناس هذو أنا نتمنى أنهم يقرأوا القوانين مليح ويقرأوا التشريعات الجزائرية مليح حتى ينجموا يتحدوا على مفهوم واحد للمعارضة اللي ينجموا يتكلموا به. لكي تشوف في قانون الأحزاب أنه من بين البنود لقانون الأحزاب هو أنه الحزب يشكل من أجل الوصول إلى السلطة. أدرك هذا البند، هذا ما معناه؟ معناه أي حزب يحاول أن يصل إلى السلطة بانتخابات يعني قانونية وانتخابات دستورية. بالمناسبة أقرأ عليك تعريف المعارضة السياسية. المعارضة السياسية هي انتقاد حزب من أحزاب أو فئة برلمانية لأعمال الحكومة والتصدي لها بإظهار عيوبها. لو أظهرت عيوب وانتقدت الحكومة في الجزائر الجديدة يزج بك في السجن،
أو يحل الحزب. لا هذه مغالطة الأخ جمال، روح شوف النواب واش راهم يقولوا في الجلسات تاعهم عند مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة. شوف النواب واش يتكلموا مع الوزراء في كل القطاعات، يعني تصريحاتهم وانتقاداتهم. أنا نتمنى أنه هذا الناس اللي راهم يسموا رواحهم معارضين اللي مازال ما فهمناش احنا واش معنى هالمعارضة اللي يقصدوها، يشوفوا الممارسة تاع النواب في البرلمان كيفاش تمارس. احنا اذا بغينا نتكلموا على نقد ظاهره معينه يجب ان نبتعد، انا دائما نقولها لك الاخ جمال من ضيوفك الكرام، يجب ان نبتعد عن الكلام الهلامي، يجب ان نبتعد عن الكلام الجزافي، ويجب ان نبتعد عن الكلام اللي ما عنده حتى دليل منطقي ولا علمي ولا حتى تشريعي الموجود في التشريعات الجزائريه. اذا اردنا ان ننتقد هذه الساحه السياسيه يجب ان نعلم بخباياها بقوانينها وبكل التشريعات التي تنظم مثلها. طيب طب بالمناسبه حديث عن قانون جديد للاحزاب سيجعل العمل السياسي، طبعا السياسيين هم الذين يقولون هذا الكلام، يعني مستحيلا في الجزائر الجديد. انا نقول لك الاخ جمال، القانون هذا سيعرض في النقاش على اللجنة القانونية للبرلمان وعلى التصويت للبرلمانيين. يعني إذا شاف البرلمانيين، إذا شافوا هما يعني مشكلين من الأحزاب أن كاين بعض البنود التي تناقش بكل حرية وبكل ديمقراطية، فتأكد وسنرى في الأيام القادمة كيف أنها تناقش وربما تحذف بنود أو تضاف بنود أخرى. احنا عندنا المؤسسات الجزائرية الأخ جمال، يعني هذا الكلمة اسمح لي نقولها للناس اللي راهي تسمع فينا، عندنا مؤسسات جزائرية دستورية سيادية هي التي تناقش القوانين عندما تطرح، وهي التي تناقش كل البرامج الحكومية سواء كانت يعني قطاعية كاقتصادية أو سياسية أو اجتماعية في المؤسسات الدستورية التي أنشئت من أجلها. هذه هي حرية التعبير التي ننعم بها في الجزائر، هذه حرية الممارسة الحزبية التي ننعم بها في الجزائر. أما إذا كانت أفكار أخرى هدامة يعني التي تستجيب لنزوات شخصية لبعض الأشخاص فهذا شأن آخر، ولا أظن أنها سيكون لها مكان في الجزائر الموحدة. طيب في الجزائر الجديدة طبعا في مقابل تساؤلات أخرى عن هذه الجزائر الجديدة وموقع الأحزاب فيها، كنت تشير إلى البرلمان الذي بلغة الأرقام أيضا مقاطعة شعبية كبيرة له، بل وهناك من تم تعيينه في البرلمان ببضعة أصوات فقط مقابل كتلة ناخبة في الجزائر تصل إلى 24 مليون ناخب. نتابع هذا التقرير. في الجزائر الجديدة يرى متابعون أن أحزاب المعارضة قد تتخلى عن دورها وتتحول إلى لجان مساندة بهذه الطريقة في الممارسة السياسية. لم تبدي الطبقة السياسية أي مقاومة لغلق السلطة المحكم للمجالين السياسي والإعلامي حسب المراقبين بسبب الخوف والغلق. فعدة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية استسلمت طوعا وكرها ولاذ بعضها بالصمت حسب ما هو ظاهر. فلا صوت صار يعلو فوق صوت السلطة، وكل من يسمع رأيه يقمع أو يعتقل ثم يحاكم ويسجن ويمنع من السفر حسب توثيقات الحقوقيين. الجزائر الجديدة تحولت إلى سجن كبير لمعظم الجزائريين مع اختلاف بسيط في المساحة. فالبعض يرى أن الطبقة السياسية تنازلت عن دورها النضالي والسياسي وتكون قد قبلت طوعا أداء المهام المفروضة عليها، والبعض منها ألغى قضايا الحريات الأساسية من دائرة اهتمامه ليتكفل بانشغالات السلطة، من الأفلان إلى الأرندي إلى حزب العمال إلى صوت الشعب مرورا بحركة حمص، لا حديث إلا عن التحديات الخارجية للجزائر ورغم تصريح بعضهم عن المعتقلين والمادة 87 المكرر. فظهر للرأي العام التزام بتحذيرات الرئيس وقائد الأركان وتوجيهاتهما لتقوية الجبهات الداخلية لمواجهة التحديات لإبراز أهمية وحدة الشعب وتماسكه للدفاع عن الوطن من الإكراهات الخارجية. يحدث هذا وسط ترتيبات لمشروع تعديل قانون الأحزاب الذي أثار جدلاً مؤخراً حول ما قد يضيع من المكتسبات والتقييدات التي سيأتي بها لممارسي العمل السياسي. دكتور شيبان أعود إليك، طبعا كنت تسمع إلى رأيي يقول بالعكس الجزائر، نحن نتمتع الآن في الجزائر الجديدة بحرية التعبير، هناك عمل سياسي وهناك جزائر جديدة بعيدة عن كل يعني ما يقال ما يطرح أو من واقع يعيشه ويعرفه الجزائري. نتمنى ذلك. شوف أخي جمال الدين،
في الجزائر الآن فيه أقلية، ليش أقلية؟ يعني فئة، نقولوا سيد من 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 فئة شريفة تدافع عن المبادئ، وفيها فئة أخرى مذلولة تجري وراء المصالح والفتات، لما كما تكلمت ما في البداية. البروفيسور والدكتور منصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية اللي تم انتخابه في أول انتخابات حرة بعد الربيع العربي التونسي، كان يقول التحول لابد من تحول شعوب من الرعاية إلى شعوب، يعني تاع المواطنين، المواطنة حقيقة. شوف أخي جمال الدين، ننتقد النظام وليس الوطن. كثير من الناس لما يشوفك تنتقد يقولك أنت راك ضد الدولة، ضد الوطن. لا يا أخي، هذه معارضة، حاطيني حقي. يعني هل يعني نعتزل يعني اعتزال يعني إلا الرئيس يعني هو الكل في الكل؟ يعني صراحة يعني لما نشوفوا يعني الدرس اللي كان بين الرب سبحانه وتعالى، ربي سبحانه يتحدث مع من؟ مع إبليس، يقول له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يقول له إبليس أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من الطين. يقول له فاهبط منها. قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله سبحانه يقول له إنك من المنظرين. ربي التولير لوبوزيسيون، يعني درس في الحوار والاختلاف والخلاف. سبحان الله، احنا الان هنا نقول انا هو ربكم الاعلى، ما فيش لا نقاش ولا معارضه ولا اوبوزيسيون، اللي راهو ضدي راهو في السجون. انا نتمنى كما استقبل الرئيس تبون بعض رؤساء احزاب، انا ما نقول شخصيات، انا نقول رؤساء احزاب اللي كلهم الظهر، يعني انا بالنسبه لي احزاب بريمي. يعني تمنى معليش اخويا، انا نفتحوا لما نشتم الناس كل معليش اون فو ريكوبيري سي اون فو، يعني انا نتمنى ونفرح إذا الرئيس تبون يستقبل الشيخ علي بالحاج، يستقبل فتحي غراس اللي يعتبر من التيار العلماني إلى آخره، وشيخ علي بالحاج من التيار الإسلامي. إذا حبينا نبين صراحة هذه هي المعارضة لاختلاف، ويستقبل الدكتور أحمد بن محمد، أنا ثم نفرح ونقول الحمد لله ولعل رانا وصلنا ولكن إلى حد الآن يستقبل كريم طابو. يعني اعذرني إذا نسيت شخصيات أخرى، طيب، ولكن ليس هناك منه في منطق آخر، في منطق يعني من يرى نفسه معارض في منطق أنه هذا كله يعني أمر واقع مفروض على الجزائر، وأنه المطالبة بتغيير منظومة بأكملها. القصة ليست قصة استقبال، يعني أكيد لأن نرجع فكرتني وذا لكونفرنس تام اللي كانوا يديروها تاع الفرنكوفونية وإلى آخره، تاع مع ميتيران ومع جيسكار ديستان في فرنسا، كي يروح لإفريقيا يقولوا لكونفرنس التطبال والتصفاق واللباس التقليدي يستقبلوا، هذوما لكونفرنس تام داروها مع أويحيا، داروها مع بن صالح رواية، وين وصلت يعني فلا يعني المرض وباين، وإذا حبت ترقى نتيجة راهي باينة، والشخصيات المعروفة والمحترمة من طرف الشعب معروفين، والشخصيات المذلولة والمصفقة والمطبلة معروفة. يعني إذا ولكن هذه السلطة يبدو أنها في منطقها، يعني سيدو بونغار يعني تريد الاستمرار بمن تريد، بمن يقبل بقواعد لعبتها، ولكن في المقابل ماذا عن المعارضة؟ طبعا هناك قمع سلطة، هناك ولكن أليس النضال السياسي هذا هو أيضا؟ هناك ضريبة تدفع وهناك تشبث بنضال كذلك. نعم أكيد نعم، ولكنك شفت فتحي غراس وين كان؟ يعني كريم طابور خرج من السجن الآن، كيفاش الشيخ علي بالحاج؟ يعني ها المعارضة معروفة، أنا نشوفوا فيهم يعني احنا نشوفوا فيهم، اسكو عندهم الحريه باش يهدر باش يتكلم الى اخره؟ ما كانش يعني. واش تنتظر من المعارضه الان يعني؟ ما في تقميم الافواه يعني. شوف يا اخي جمال الدين، الاوطان لا تبنى بالديكتاتوريه، ولكن تبنى بالقانون يا اخي جمال الدين.
ما كانش وراهم الاحزاب هذوما اللي باش نخليهم يعني يتنفسوا. اذا انا رايحين في سياسه الجنرال الدموي السيسي رئيس مصر نفس السياسه يعني الحين الطريقه هذه ما كانش حتى حتى اللي كان منافس تاعو في الرئاسيات انا شفنا كيفاش هذا واش هضروا عليه المنافس تاعو. وزيد اذا نروحوا بهذه الطريقه هذه بهذه الاحزاب هذوما اللي راهو يستقبل فيهم انا رايحين كما سياسه قائد رئيس تونس يعني الانتخابات الاخيره كم دا لا بارتيسيباسيون 11%. طبعا هناك انتخابات رئاسيه مقبله توقعاتك نسبه المقاطعه في 2019 كانت اكثر من 60%. طبعا على ذكر الجنرالات يبدو انه مجله الجيش بدون لبس للمتابعين قرئ دعم للعهدة الثانية واستمرارية تبون. رئيس أركان الجيش قبل أيام كذلك يقول نفس الكلام أن هناك إنجازات يراها بينما كثير من الجزائريين يقولون أنهم لا يرونها. وبالتالي يبدو أن طبول العهدة الثانية تقرع وما باقي كله فولكلور وديكور في رأيك استقبال هذه الأحزاب ورؤساء الأحزاب. والله العظيم تأسفوا يعني هذه الطريقة هذه وهذه الممارسات هذه القديمة مانيش حاب نزيد نقول نفس الكلام ياك تقولوا أنت. أنا نقول لك حاجة فقط لن يفيد لا الأكاذيب يا أخي ولا الإعلام المدجن ولا البروباغندا تاع القنوات ولا أحادية السلطة. والله ما تفيد الشعب الجزائري في غنى عنه يعني صراحة. نحن حابين يعني الجزائر تتطور وتتقدم وتكون من أحسن الدول على مستوى إفريقيا ولكن إلى حد الآن رانا صراحة رانا أمباتوج رانا في نفس في الماريكاج يعني رانا في نفس يعني نعود نكرر في نفس الغلطات ونفس الممارسات يعني للأسف يعني للأسف. طيب جهاد حليمي ما رأيك في المقابل؟ طبعا الخطاب الرسمي أنه بالعكس جزائر جديدة تحقق إنجازات تقولها مجلة الجيش يقولها رئيس أركان الجيش. طبعا تبون حدث ولا حرج يعني جزائر جديدة ماضية. أولا راح ما لازمش نكونوا عدميين عن بالك لما الشعب يقوم بثورة حتى لو الثورة ما تحققش الأهداف نتاعها كل راح تحسن قليلا من الوضع. والثورة الشعبية السلمية اللي دارها الشعب الجزائري بكل روح مسؤولية قامت بتغيير شيء مهم اللي هو الفساد. الفساد نقص الناس كلها راهي تعس في رواحها. وتبون أي رئيس متعين في بلاسته كان راح يدير نفس الشيء راح ينقص من كمية استهلاك الاحتياطي نتاع الصرف من خلال استيراد كل شيء حتى لنوصل الماكلة نتاع الكلاب حاشاك. دونك كاين حوالي ولكن ليس الوضع الاقتصادي بالعكس انه الخبراء الاقتصاديين كل الوضع أسوأ يعني انه وايضا الانفاق الحكومي زاد العجز الميزانية زاد بينما القدرة الشرائية تتراجع بشكل كبير. زيادات رانا داخلين على عام انتخابي هذا الشيء لازم يكون متوقع. درك هضرنا على واش الشعب حقق كما قلت لك تبون راهو ينسبها روحه. أي إنسان تعين في بلاصة تبون راح يدير نفس الشيء لأنه هذه سهلة تاع قص أربط ما عادش نستوردوا الحوايج اللي ما نسحقوهمش. وقاموا أيضا بتنشيط بعض المشاريع الاقتصادية اللي قاموا بها بعض الخواص ومنعوهم الناس بكري باسكو حابين يستوردوا باسكو لما يستوردوا يقع فيها القصان. دونك الإنجاز ينسب حقيقة لكل جزائري وجزائرية اللي خرج 22 فيفري باسكو الناس هذوما اللي راهم في الحكم كانوا راضيين بالامر الواقع الوقت هذاك. تي الشعب الجزائري خسر للمجلس الدستوري ما تحركش الوقت هذاك خسر للبرلمان ما تحركش خسر للجيش الوطني الشعبي للقيادة نتاع الجيش ما تحركوش. كي كل قبلوا الشعب الجزائري خبط يده فوق الطابله وخرج للطريق يمارس المواطنه نتاعو. الشعب اللي قالوا مغرر به واللي قال عليه وزير الخارجيه باللي راه ما يعرفش ثقافه التشمهر الديمقراطي. دونك هذه نقطه. النقطه الاخرى اسمح لي حقيقه والله الاخ محمد لما قال في الاول ما لازمش نعتوه انه مطبل لانه في المعارضه من بعد يجيك ويقول لك باللي افكار هدامه تاع ناس معارضين. حقيقه انا ما على باليش حزب المعارضه هذا تاع الكرامة اشكو حزب مخدوم باش يعارض الناس اللي عارضوا النظام لانه نسمع فيه من الصباح راهو يمنع راهو الله يبارك يشكر في النظام انجازات عملاقه وبالعكس راهو يعارض في المعارضه اللي ما تعرفش تهدر اللي تهدر بلا ادله
إنسان اللي ينتقد خوه اللي عارف النظام هذا اللي فشل في تسيير البلاد اللي ما منحش الفرصة لأولاد وبنات الجزائر أنهم يمارسوا المواطنة نتاعهم أنهم يتعلموا كيفاش يعارضوا. إنسان اللي ينتقد يعني عبر قناة من بين الإرار تاع القنوات اللي يهضروا ويمكنوا الناس معارضين للنظام لأنهم يهضروا. لما تجيب دير الخدمة نتاعك انت يا كصحافي تقارن أمس باليوم يقول لك ما لازمش نهضروا بطريقه رجعيه بالرغم انه امس واليوم راهم يشبهوا لبعضهم. لما انسان ينتقد خوه اللي راهو يعرض هذا النظام يقول له باللي انت تتكلم كلام اللي ما عندوش حتى دليل، ما يقولش للنظام كومون ساسفي ما تسمحش لهذا الناس هذوما انهم يوصلوا للمعلومه، ما يقولش للنظام لازم تخلي الصحافه تشوف الاتفاقيات والقرارات نتاعك باش تنشرهم للشعب. بصح ينتقد انسان لما يهضر يقول له جيب الدليل نتاعك، بصح ما يقولش التبون بار اكزومبل تاع 30 مليار قلتي راهي رجعت، اعطيني الدليل وري لي الدليل. ما يقولش التبون على سبيل المثال لما يقول بلي عندنا احسن منظومه صحيه في افريقيا، ما يقولوش هات لي الدليل برهن لي بلي راهي عندنا احسن منظومه. نحن كل عندنا الدليل لما هز روح وراح لألمانيا الأفخم يعني أحسن المستشفيات الألمانية باين هذاك دليل قطعي باللي السيد ما يديرش ثقة في المنظومة الصحية. بالتالي عندي يعني حساسية كبيرة ونظن باللي على هذيك الناس اللي يستعملوا ألفاظ كما المطبلين لما إنسان الشجاعة نتاعو مع النظام يعني راهو مسكين قط صغير بصح السبع مع كل من هو معارض لهذا النظام. على هذيك نظن باللي الناس عندهم الحق يغضبوا في بعض الاحيان ويستعملوا الفاظ اللي تشوكي. للاسف الوقت ادركنا، شكرا لك جهاد حليمي الناشط كنت معنا من مونريال، وشكر كذلك لدكتور محمد لمين شيبان طبيب ناشط سياسي، ولسيد محمد قندوز المكلف بالاعلام في حزب الكرامه كان معنا من تيارت. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى اللقاء.